السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم أجبر الجميع على البقاء في المنزل، وخلال مدة الحجر المنزلي شارك عدد من نجوم تركيا أنشطتهم المفضلة داخل المنزل. وفي حين قرر بعض المشاهير استغلال إيقاف التصوير لقضاء الوقت مع عائلتهم، مثل إسراء بيلجيتش التي سافرت إلى منزل عائلتها في أدنى لقضاء بعض الوقت معهم. كذلك الحجر المنزلي دفع بعض النجوم للشعور بالملل دون فعل شيء والتقاط صور مجنونة، مثل هاندا آرتشيل التي مارست الرسم قليلا ثم بدأت تلعب أمام المرآة وتلتقط الصور لنفسها. كذلك بالنسبة للنجمة بانسو سورال والتي حققت شهرة كبيرة من خلال شخصية ملك في مسلسل الداخل، حيث ظهرت وهي تلعب مع زوجها وحيواناتها الأليفة في المنزل. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.